يستأنف البرلمان في كيبيك أعماله هذا الأسبوع تحت شعار التقشف، وأعلن رئيس الحكومة الليبرالية الجديدة فيليب كويار منذ عدة أيام أن حكومته ستركز على الإصلاح، الاقتصاد والعمل. واعتبارا من اليوم الثلاثاء سيعمد البرلمانيون إلى انتخاب رئيس للجمعية الوطنية ونواب له، مع الإشارة إلى أنه لم يترشح للمنصب المذكور سوى الرئيس السابق الليبرالي جاك شانيو. وسيعمد رئيس الوزراء فيليب كويار غدا الأربعاء إلى تلاوة الخطاب الذي يفتتح من خلاله الدورة البرلمانية، وهو بمثابة البيان الوزاري الذي يحدد المعالم الرئيسية لبرنامج الحكومة ويشمل الخطوط العريضة التي ستتبعها الحكومة خلال السنوات الأربع المقبلة. هذا ومن المرتقب أن يطبع البيان الوزاري بداية حقبة جديدة من التقشف في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من نقص مالي في الموازنة بواقع 3,700,000,000 دولار، مما يتطلب اقتطاعات هائلة في النفقات على صعيد الوزارات. في هذا السياق فإن الموازنة الأولى للحكومة والتي سيكشف عنها وزير المالية كارلوس ليتاو مطلع شهر حزيران جوان المقبل ستشمل الإجراءات المحددة التي ستعتمدها الحكومة. من جهة أخرى فأن نواب الحزب الكيبيكي سيعودون إلى مقاعد المعارضة في الجمعية الوطنية بعد أن أمضوا 18 شهرا في الحكم، وسيعمدون إلى استجواب الحكومة خلال الفترة الأولى لطرح الأسئلة في البرلمان والتي ستصادف يوم الخميس المقبل، وذلك للمرة الأولى في أعقاب الانتخابات العامة التي جرت في 7 نيسان/أفريل الماضي. وعبر رئيس الوزراء في كيبيك فيليب كويار وزعيم الحزب الكيبيكي المرحلي ستيفان بيدار عن رغبتهما في إجراء مناقشات بناءة في أجواء من الاحترام المتبادل بعيدا عن الأجواء المشحونة التي طبعت الدورة البرلمانية الأخيرة في الجمعية الوطنية في كيبيك. وعلى الصعيد التشريعي ترغب الحكومة باعتماد مشروعي قانون على وجه السرعة. المشروع الأول يتمثل بخدمات المساعدة على الموت، والمشروع الثاني يقضي بإعطاء الضوء الأخضر لبلدية موريال لاستحداث منصب مفتش عام. وبشأن مشروع القانون المتعلق بالمساعدة على الموت للمرضى الذين يعانون من آلام مبرحة ولا أمل بشفائهم، فإن التصويت سيكون حرا في صفوف نواب الحزب الليبرالي في كيبيك ونواب حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك، بمعنى أن أولئك النواب لن يكونوا ملزمين باتباع خط الحزب. أما لجهة نواب الحزب الكيبيكي عراب مشروع المساعدة على الموت فإنه من المتوقع أن يقفوا صفا واحدا لاعتماد المشروع المذكور. إلى ذلك من المرتقب طرح مشروع قانون حول أنظمة التقاعد، إنما من المستبعد اعتماد هذا المشروع قبل تعليق الأعمال البرلمانية بمناسبة العطلة الصيفية والتي من المفترض أن تبدأ رسميا في 13 حزيران جوان المقبل. الجدير ذكره هو أن مشروع القانون حول التسويات المعقولة والذي تعهد الحزب الليبرالي بتقديمه أثناء الحملة الانتخابية في أعقاب السجال المثير للجدل حول شرعة القيم الكيبيكية فإنه غير مدرج حاليا على جدول أعمال الحكومة. نعيد التذكير أن الأولوية المطلقة لحكومة فيليب كويار تقضي بالتوصل إلى إلغاء العجز في الموازنة بحلول العام 2015-2016. عشية استئناف الدورة البرلمانية الجديدة في الجمعية الوطنية في كيبيك قدم تجمع لجان مستخدمي شبكة الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في مقاطعة كيبيك مجموعة من التوصيات تم رفعها إلى وزير المالية كارلوس ليتاو سعيا لتوفير مبلغ $1,000,000,000 في قطاع الصحة، وذلك دون المس في الخدمات المتوفرة للمرضى. وأتت التوصيات لتكون بمثابة رسالة واضحة من التجمع المذكور مفادها أن الاقتطاعات في الخدمات غير واردة على الإطلاق. هذا مع العلم أن الحكومة ستعمد اليوم إلى مطالبة وزارة الصحة باقتطاع أكبر نسبة من الأموال بغية التوصل إلى الهدف المنشود والقاضي بإلغاء العجز المالي في الموازنة. وبما أن موازنة وزارة الصحة تصل إلى $30,000,000,000 سنويا، فمن الطبيعي أن تطالب الحكومة وزارة الصحة بأكبر نسبة من الجهود، حيث يحكى عن اقتطاعات بواقع $900,000,000 في هذا المجال، فضلا عن مطالبة وزارة التعليم باقتطاع مبلغ $380,000,000، ووزارة العمل والتضامن الاجتماعي مطالبة باقتطاعات بواقع $110,000,000 وفق التوقعات الأولية والتي ستترجم غدا في البيان الوزاري.
إلى ما تقدم، أتت توصيات تجمع لجان مستخدمي شبكة الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية على الشكل التالي: أولا، إرجاء الزيادة على رواتب الأطباء خلال العام الحالي مما سيسمح للحكومة بتوفير ما بين 270 و 540 مليون دولار. ثانيا، تقليص عدد المستشارين من خارج القطاع العام في إطار برامج المعلوماتية لتحويل الملفات الصحية، وبذلك تتمكن الحكومة من توفير 10% من الكلفة الإجمالية، أي ما يعادل 146 مليون دولار. ثالثا، إعادة تنظيم الخدمات الإدارية مما يسمح للحكومة بتوفير مبلغ 174 مليون دولار. رابعا، تشديد القواعد المفروضة على مجموعات الطب الخاص بالأسر، وهذه الخطوة تترجم بتوفير 5 ملايين دولار. الخطوة الخامسة، تقضي بالحفاظ على المرضى في منازلهم وإرسال متخصصين بالتمريض إليهم مما يسمح للحكومة بتوفير مبلغ 292 مليون دولار. وفي الخطوة الأخيرة، يدعو التجمع الحكومة إلى إعادة التفاوض حول أسعار الأدوية البديلة مما سيسمح للحكومة بتوفير 62% من الكلفة، أي ما يعادل 122 مليون دولار. مع هذا الخبر ينتهي الموجز، شكرا للمتابعة.